ياسمين، ياسمين، الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي، انا بنتي اسمها ياسمين، تاريخ ميلادها 15/9/2000. 15/9 مامتها اسمها منال. 2000. بتسألي عن الصحة؟ انا بسأل على كل حاجة. هي في ثانوية عامة وكانت لسه عاملة مشكلة جامدة قوي، العربية اتقلبت بيها شفتي انا لسه بقولك يعني انا لسه بقولك بسألك عن الصحة، لان الارقام برضو فيها حاجة في الصحة تخص الصحة ايا كانت بقى، وانت لسه بتقولي عاملة حادثة. ماشي. بصي انا هقولك، يعني يا مش عارفة والله الكلام ده المفروض اقوله ولا لا. ايوه قولي. بصي هي يعني دي بقى لكل الابناء او كل الستات اللي هي اخرها لام، منال، احلام، اي حد اخره لام معرفش بقى، يعني دايما لازم يبقى في مشكله لحد من ابنائها. والحمد لله ان عدت على بنتها ياسمين، يعني الحمد لله ان هي عدت على ياسمين على خير. انت عايزه يعني عايزه تستفسري عن ايه بالظبط؟ انا عايزه استفسر، هي دلوقتي في امتحانات ثانويه عامه، يعني عامله ايه بعد الامتحانات؟ هي امبارح كانت على اخرها، امبارح كانت هي كان امبارح كان عندها امبارح امتحان صح؟ امبارح كانت يعني كانت على زي ما بقولك كده، يعني كانت مذاكره بس للاسف ما حلتش كويس. شفت انا بقول لك امبارح هي كانت على اخرها، هتعدي يعني ربنا يعني معاها، يعني ربنا معاها يعني. بس هي الاسم ذكي، ياسمين اسمها ذكي، بس اسم مامتها تقيل جدا. يعني هو بص من ناحيه الصحه انا قلت الارقام فيها صحه، وانت قلت لسه عامله حادثه.